اولا كنشكركم على التغطيه ديالكم، كنشكركم على الحب ديالكم كأولى دائما. سعيد بالحضور ديالي يعني رغم التعب، رغم العياء، رغم الوعكه الصحيه اللي مرضت فيها اللي كلشي كيعرفها، ولكن جيت نتقاسم الفرحه، نتقاسم الحب، وأمام ناخذ لي زينرجي بوزيتيف. بين تلاقيت الناس بزاف كتعرفني، كتعبر على الحب، وهذا الشيء خير ودليل. وكنشكر الصاهرين والداعمين على هذه المبادره الساميه اللي برزت الماكله ديالها، والحمد لله انهم كاينين القلوب الرحيمه اللي عطات في هذا المغرب. وكنشكر كل الايادي الخفيه اللي برزات الماكله ديالها في هذا الحفل، هذا العقيق اللي تزاد عند هذا الكوبل الشهيرين تاع مراكش. يعني رغم العقه ديال الاب ديالو، رغم العناء ديالو، المراه كذلك برزات المكانه تاع المراه بحد ذاتها، انها هزات وكافحت معاه وصلت معاه، وام الطرب رزقهم بواحد الدريه صالحه. نتمنى ان شاء الله يعود المعاناه ديال الاب ديالو ويفرحوا، والعقبه لاي واحد ان شاء الله، العقبه ديال الفرحه والسعاده ان شاء الله يا ربي. الصراحة الله انا يعني رغم ولو ما كانش توجهت لي الدعوة كنت غادي نجي، ولكن الحمد لله توجهت لي الدعوة كضيف شرف، ولبيت الدعوة وجيت بكل القلب الخالص. قلت واخا العيا والله الا جيت، والله الا حسيت ضربي راسي مزيان، حيت علاش؟ الناس، الفرحة، الحب، هذاك الشيء اللي كيساعدك. ودائما كنقولها انا، راه الدعم المعنوي، الدعم النفسي هو الحافز الكبير ليا، وغايشوفوا حتى في الكوب ان شاء الله. ونتمنى هذه المبادرة تبقى في المغرب كامل، الناس كلشي يبادروا بحال هذا الشيء. هذا راه الخير مزيان والفرحة مزيان تزرعها قلب الناس. هادو هي ماتوا صديقه ديالي وعزيز عليا، كتواصل معها دائما، وانسانه طيبه خلوقه. صراحه الله ديك الانسانه عزيزه عليا، يعني عكست الحب ديالها وانا عكست الحب ديالها، حيت صراحه الله ما عمري شفنا شي عيب الا ما غير الخير. وكما كنقولوا صوتها فخم، هي اصل معروق فنيه اصيله، وان شاء الله فخورين كمغاربه يكون عندنا هذا التراث الفني في المغرب ديالنا، وهي برزت المكانه ديالنا في العالم العربي، وهذا فخر واعتزاز. وكنت سعيده انني تلاقيت بها. شوف كما كنقول دائما، الدنيا كاين المزيان وكاين الخايب، الله يجنبنا من الخايب. وما عرفتش انا الناس علاش كدير هكا، دائما كاين اللي كيقول مره كنكون شي وعكه صحيه راه مات راه توفى. كاين الناس اللي كتبغيني، ذاك النهار والله التليفون ما حبش، الناس كلشي تخلعوا. يعني علاش هاد الاشاعات كتخلعوا ديالي وانا بالدار البيضاء ويدي بالسعيديه وانا دابا كندير العلاج ديالي، وتخلعوا بزاف عليا. الله يهدي ما خلق، ونتمنى لهم ما يبقاوش يديروا هاد الشيء لا معايا لا مع اي واحد ولا مع اي فنان. يعني ماشي ضروري المشاهير، ولا انا ما كنحسبش راسي فاهم، انا كنحسب راسي انني محبوب لدى المغاربه، الناس كتبغي وانا كنبغيهم بزاف. انا ما كنحسبش كاع مشهور. ولكن التذكير انني مريت في منبرين عالميين عربيين معروفين، بي بي سي عربي بلبنان، واحمر بالخط العريض تاع ال بي سي، كان واحد الباب كبير اللي انا تعرفت على العالم العربي، ولقيت الناس كتبغيني بزاف وكتعرفني من لبنان من مصر. هذا هو واحد الحافز اللي كبير دائما كيسعدني. وكنشكر اللبنانيين دائما اللي دائما كيصيفطوا لي ميساج، الجزائريين، كلش العالم العربي اللي كيتبعني وماشي كيتبعني، وانما انا كنحاول نوصل لي واحد الميساج ديال الحياه اللي عشته انا، واحد البصمه الحياة اللي مررتها، املا ان يتخلي واحد الفوحه ديال التفاؤل في الناس. كاين اللي مريض، كاين اللي عاجز عن اي حاجه، كاين بزاف ديال العقبات في الحياه، وانما مرادي انا انني نخلي هذه العقبه تنسي عقبه. يعني كيقول كم كينسيهم، والدنيا سهله، وعيشوا ضحكوا وفرحوا، وعيشوا المومو الموت جايه وكلشي غادي ليها. الله يخليك واحد صحيحته، والله يخليك لواحد والديه.